الحمد لله الكريم الواقف على جليل المراتب، لا إله إلا هو رب المشارق والمغارب دافع البلايا والمصائب، وإليه أمر جميع الأولين والآخرين، ومن في السماوات والأرضين راجع وآيب. وأرسل إلينا عبده المصطفى محمدا خاتم النبيين وسيد المرسلين وأطيب الأطائب. اللهم أدم صلواتك على الرحمة المهداة والنعمة المسداة سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والمآثر والمناقب ومن تبعهم بإحسان على ممر الأيام إلى يوم الوقوف بين يديك، وعلى آبائه وإخوانه من أنبيائك ورسلك وآلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وكل من بعثه الله تعالى وأرسله من الأنبياء والمرسلين إلى قوم هم أمته كان فيهم المستجيبون وفيهم الملبون له وفيهم المعاندون والمعارضون والمعادون والعياذ بالله تبارك وتعالى، وكان في أتباعهم أهل المراتب وأهل الدرجات وأهل المواهب العظيمات، وعلى مراتب فيما يفهمون عن هؤلاء الأنبياء فيما يبلغونه عن الله وفيما يعون من بلاغهم وأنبائهم وتبيينهم وإرشادهم صلوات الله وسلامه عليه، ثم تبقى فيهم آثار ذلك إلى حدودنا قد قدرت في الأزل، ويرد عليهم كلهم، كل نبي من هؤلاء له حوض يوم القيامة، ويرد عليه من أمته من صدق ومن ثبت ومن مات على ملته وعلى منهج ذلك النبي، فيتباهون أيهم أكثر ورودا، وأنتم أتباع زين الوجود محمد صلى الله عليه وسلم، نحن أمة خير البرية، من رقاه الله أعلى مراتب القربية صلى الله عليه وآله وسلم، وجعله المقدم على كل مقدم في كل ما خص وفي كل ما عم، وإن رسول الله من غير ريبة إمام على الإطلاق في كل حضرة، وجيه لدى الرحمن في كل موطن، وصدر صدور العارفين لأئمتي، فحمدا لربا خصنا بمحمدين وأنقذنا من ظلمة ودياجل إلى نور إسلام وعلم وحكمة ويمن وإيمان وخير الأوامر، ولم يزل أتباعه من يوم بعث إلى الآن، ولهم في محبته وفي تعظيم شؤون، ويقول القائل منهم خل بالله خلون يطلب في المديح العنان، شونا إذا ما ذكرته صاب قلبي جنان، يذكر قلبي ويتبع ذكر قلب اللسان، لي في محبته في ساعتي 70 شان، ما أحب غيره ولا يخطر على القلب ثان، الله يشهد على ما قلت والثقلان. وكذلك أن محبة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، بل محبتهم القوية، بل محبتهم العميقة، بل محبتهم الوثيقة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، قالوا لسيدنا علي كيف كانت محبتكم للنبي؟ قال كان أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكانت لهم شؤون في تلك المحبة وفي تلك الرابطة وفي الترجمة بها والترجمة عنها من بأقوالهم وأفعالهم وما أثمرت لهم من أحوال ومن أذواق وحقائق قرب من الحق سبحانه وتعالى، ودنوم من حضرته جل وعلا، وفهم في معاني آياته وتنزيله، وكان لهم بكل ذلك منازل في القربة منه صلى الله عليه وسلم في دنياهم وعند وفاة أحدهم، ثم في برزخ أحدهم، ثم في يوم القيامة على مراتب في القرب منه صلى الله عليه وسلم، ثم في دار الكرامة، وكذلك الأتباع من بعدهم قرنا بعد قرن يعبرون عن إيمانهم وعن محبتهم بوجهاتهم وبنياتهم وبصدقهم وببذلهم وبتضحياتهم وبعطائهم وباجتماعاتهم وباحتفالاتهم وبآدابهم وبأخلاقهم وبالالتصاق به في التخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم والتأدب بآدابه صلى الله عليه وسلم،
ما ذكر عن الحبيب سالم بن حفيظ عليه رحمة الله أو شيوخه أو من قبلهم أو من بعدهم، إنما هي آثار أخلاق محمد بن عبد الله، آثار صفات النبي المجتبى الأواب، آثار نعوت من قربه الله وأدناه ورفعه وأعلاه، وخص بخصائص ومزايا ما نالها سواه، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده. أبهم الحق على قلبه، ما قال إيش اللي أوحى، قال ما أوحى، أبهمه، لأنه ليس في طاقتهم أن يدركوا هذا السر وأن يدركوا هذا الأمر بين الحق والعبد المحبوب صلى الله عليه وسلم. فأوحى إلى عبده ما أوحى، لكن قال لهم تصوروا ما أريت عبدي هذا وما كشفت لباطنه، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما اللهم وإيش يرى هذا صلى الله عليه وسلم. قال ربنا لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، خصصت بها الحضرة الواسعة هذه العين الناظرة والأذن السامعة، فسمعت ما لا يستطاع سماعه وعقلت ما عنه الورى قد نام، من حضرة علوية قدسية قد واجهتك تحية وسلام، وابدنوت منه دنو وحق أمره فينا على أفكارنا الإبهام. ما للعقول تصور لحقيقة يأتيك منها الوحي والإلهام. صلى الله وسلم وبارك، الله أكبر، ما بلغت لرتبتين إلا ولا نادتك المرام أمامه. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه من سار في دربه، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نظرة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. يقول أكبر آية لنا في الملك والملكوت أريناها هذا الإنسان، رأى من آيات ربه الكبرى، أكبر واحدة هو الذي رآها. أكبر آيات الله في الملك والملكوت والغيب والشهادة والأرض والسماء والجسد والروح والحس والمعنى والظاهر والباطن، أكبر آية رأتها عين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ملأنا الله بمحبته، ملأنا الله بمودته، وتوالت جيوش محبته وجيوش مودته وجيوش خدمته من الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومضى، وخص الله واديكم بعدد كبير تفرقوا في شامنا في يمننا في مصرنا في مغربنا، لهم قلوب تحن وتدرك مهمة الخلق التي خلقت من أجلها، وتدرك عظمة المآل الذي تؤول إليه وترجع، تدرك عظمة الرسالة وعظمة النبوة، وأن الله ابتعثه صلى الله عليه وسلم واختاره مرسلا إلى جميع العالمين، بشيرا لجميع العالمين، نذيرا لجميع العالمين، رحمة لجميع العالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلى الله عليه وآله وسلم، كان حظكم عظيم، أعظم الأنبياء نبيكم صلى الله عليه وسلم، فكونوا له في خيار هذه الأمة وفي أفاضل هذه الأمة. ما عُقدت ذي المجالس إلا لتأخذ النفائس من سر الخيرية ومنال المزية والقرب من الحضرة النبوية التي بها حقائق سعادتكم عند نزول المنية، وفي البرازق وما فيها من أخبار عظيمة عجيبة وأرواح أهلها مع ارتباطها بقبورهم هذه ومعرفتهم لمن يزورهم، هي ما بين عليين وما بين سجين والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهؤلاء في الدرجات العلا وأولئك في الدركات السفلى والعياذ بالله جل جلاله وتعالى في علا. والقبر إما روضة نعيمة، نعم، وإلا حفرة جحيمة. فاعمل لنفسك لا تكن بهيمة. من البهيمة؟ إنسان في صورة إنسان، ما درى بحق المآل والمرجع وغره زخرف الحياة، يقع فرد أو جماعة أو هيئة أو شعب أو دولة، هؤلاء بهائم، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى. أما الناس الذين هم ناس
فمثل اللي قال ربكم عنهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. قالوا نحن نتبع خير الناس من أجل رب الناس وننصر دينهم ونخشى منكم أنتم بتحدياتكم وما عندكم. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم هؤلاء هم الناس. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. هذا الفخر والشرف الاتباع ما اتبعوا قانون من واتبعوا سنة من واتبعوا هدي من واتبعوا نظام من واتبعوا رضوان الله. وين رضوان الله ذا؟ في الكتاب في السنة في ذات المحمدية من الرضوان كله. والله ورسوله أحق أن رضوا واتبعوا رضوان الله. ما اتبعوا محمد ومشوا قفاه وخرجوا معه في المار. قال واتبعوا رضوان الله. الرضا هنا سبحانه وتعالى رضا في رضا رسوله صلى الله عليه وسلم، رضا فيما أنزل عليه من قرآن وفيما بلغه لنا من سنة وهدي وبيان صلى الله عليه وسلم. واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقال اللعبة دي اللي على ظهر الأرض لا تغركم، إنما ذلكم الشيطان وخوفوا أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. سوي هذا الكاس سيد الوالد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وجاءت هذه التحديات أيام قوة الدول الشرقية والغربية، وجاءت روسيا بأذنابها وعملت وخطفت وسحلت وسجنت وعملت بأتباع ورعاء تبعوهم من أهل هذه البلدان. وعسى الله يتدارك ويعفو ويغفر لمن لم يمت على سوء الخاتمة والعياذ بالله تبارك وتعالى، ومن سبقت عليه الشقاوة بشيء من ذي الأفكار والاتجاهات وختم له بسوء الخاتمة عند الموت. فإلى أين المصير؟ وخسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولم يخف الله لومة لائم وعلق السسقيك كاس فلا تخافوهم مخافون إن كنتم مؤمنين. عاد نحن في الدنيا ولن كشفت الحقائق لنا، هل رأينا الله سبحانه وتعالى خيبهم؟ هل رأينا الله سبحانه وتعالى قصر شيء من آماله ومن مقاصده؟ هل رأينا الله تولاه من بعده وأظهر خيره في البرية ولا نسيه؟ وإلا تركه لتلك الأيادي. وهكذا كل من عامل الله جل جلاله وكل من صدق مع الله سبحانه وتعالى. وانتم الآن ثلة من هذه الأمة، الحقوا بهذا الركب الطيب المبارك ليوالي وليحب وليصدق وليفي بالعهد وليبذل وليضحي، والذي يصدق بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم ويعلم أن ما قاله هو الحق. أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله يملأ قلوبنا بالإيمان واليقين وينطلق المنطلق منا في أسرته، في طلب للعلم، في صناعته، في مهنته، بتقوى الله وبخوف الله وبتطبيق الشرع محمد بن عبد الله. إن كانوا في مكتب وإن كانوا في وزارة وإن كانوا في زراعة وإن كانوا في تجارة وإن كانوا في طلب علم وإن كانوا في دعوة إلى الله تبارك وتعالى وإن كانوا في مسؤولية، يتق الله ويرتبط بحبل التقوى وحبل الصدق مع الله تعالى وسر المحبة والمودة حتى يغنم حياته. وإلا هي إلا أيام وليالي تنقضي بالناس وتنتهي بهم ويخرجون منها، ونتائجها هي التي يجنونها في الحياة، ويجنونها عند الوفاة، ويجنونها يوم الموافاة، وعليها تترتب رؤية الوجه الشريف. هذا يراه وهذا ما يراه، وهذا يراه رؤية نعيمة وهذا يراه رؤية أنعم، وهذا يراه رؤية كريمة وهذا يراه رؤية أكرم، وهذا يراه رؤيا شريفة وهذا يراه رؤيا أشرف. والكل يصافحه والكل يتنعم بغرة وجهه صلى الله عليه وسلم وأنواره المتلالية على جبهته التي هي زادهم للنظر إلى وجه الله الكريم. لو لم يتزودوا بهذا الزاد ما طابوا النظر إلى وجه الله ولا قدروا عليه، ولكن يتزودون من طلعة النبي محمد حتى الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم صلوات الله عليهم أجمعين، مع ما هيأهم الله ورفعهم المراتب العلية، لكن ما وصلوا إلى الدرجة التي يتهيئون بها للرؤية المباشرة للرب والنظر إلى وجهه الكريم.
قال ربي أرني أنظر إليه، قال لن تراني. ولكن حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كان في القيامة اجتمعوا تحت لواء الحمل وكل يتزود من النظر، ثم اجتمعوا في دار الكرامة، وآخرها عندما يشرف عليهم من قصره صلى الله عليه وسلم، عندما يؤمر أهل الجنة بالاجتماع للذهاب إلى ساحة النظر إلى وجه الله الكريم، فيخرجون من قصورهم ويخرجون إلى ساحات كل جنة، ويتجمع أهل كل ساحة، ثم ينبى وينادى الأنبياء والمرسلون فيخرجون كلهم. فإذا تكامل خروج الأنبياء والمرسلين ومن دونهم قد اجتمعوا من قبل، توجه الأنبياء إلى القصر النبوي، إلى قصر محمد صلى الله عليه وسلم، ونادوه أن قد تم الجمع، فيشرف عليهم صلى الله عليه وسلم من قصره، وتكون نهاية التزود للرؤية الكريمة، ويكون يشاهد الوجه الشريف أهل الجنان كلهم والأنبياء أوائلهم، ويخرج فيلتف حوله الأنبياء وخواص ورثتهم معه، ويمشي إلى الساحة، وأهل الجنة كلهم وراءه، مقدم في كل حال، مقدم في كل مقام، مقدم في كل موطن، مقدم في كل حضرة. يا أيها النبي والكوكب الدري، وأنت إمام الحضرة سلطان هذا غيبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم من أمته، الله يسعدكم بسعادته، الله يمدكم بمدده ومودته، الله يدخلنا وإياكم في دائرته، عقدت المجالس لتقطفوا الثمرات النفائس، وتدخلون دوائر المحبوبين والمقربين والصالحين. اللهم لا تخيب أحد منا، واغفر لمن تقدموا قبلنا ولمن مضوا وكانوا يحضرهم مجمعنا، ومنهم عدد كثير من العلماء ومن الصالحين ومن الأئمة ومن الحداة ومن المنشدين ومن القائمين بالمولد. يا رب اجعل جزاؤهم جزاء موفور، لا تحد حزور ولا يحصرها حد محصور، لائق بجودك في الارتباط ببدر البدور، يرتفعون بدرجات في سر لقائهم في البرزخ به، وفي سر رؤيتهم له في يوم القيامة، وفي أسرار اجتماعهم به في دار الكرامة. فيا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس، أطيب موضعي، واحفظ في ذراريهم ومن ينتمي إليهم سر الاتصال وذوق لذة الوصال، ولا تنقطع بأحد منهم الحبال حتى ندخل دواخل أهل الكمال وجميع الحاضرين ومن في ديارهم، اجعلها سلسلات متصلة لا تنفصل ولا تنفصل ولا تنقطع أبدا، حتى نحشر مع خواص السعداء. يا حي يا قيوم، بلغنا ما نروم فوق ما نروم، فرج كروب هذه الأمة وادفع البلاء عن هذه الأمة، حول أحوال هذه الأمة إلى أحسن حال يا محول الأحوال، وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال، وتب على كل حاضر معنا وعلى كل سامع لنا وعلى كل موالي توبة نصوحة، توبة نصوحة، توبة نصوحة، تزكي بها قلبا وجسما وعقلا وروحا، وتهبه به مواهب وتمنحه منوحة، وتفتح عليه بها فتوحة. يا حي يا قيوم، بلغنا ما نروم، كلنا نستغفر الله، نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ونتوب إليه. اجعلها توبة مقبولة نصوح، سبب لأن ندرك مزايا ما بقي من أعمارنا إلى يوم لقائه، ولا تفوتنا فيها مزية ولا خصوصية ولا عطية ولا نفحة ربانية ولا نظرة إحسانية ولا فيوضات امتنانية، كما يليق بجودك يا بر يا رحيم. واجعل لنا في آخر الشهر بصل تكريم وعطاء عظيم وجود من جودك الواسع يا واسع، والحمد لله رب العالمين. الحمد يا ربي.